بإقليم مولا يعقوب جهة فاس مكناس تقع الجماعة القروية الوادين التابعة لمشيخة عين كرمة والتي تضم 19 دواراً. ومن مداشير هذه الأخيرة الفتاحة، ولاد إيشو، ولاد مالك، الهواتي، الدردارة، الجويرة، وكرباش. تعد كرباش من بين المناطق السائرة في خط النمو منذ بداية تسعينيات القرن الماضي كغير عادة المناطق والقرى المجاورة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في نواحي فاس اقليم مولا يعقوب دوار كرباش. اكتشفوا معنا هذه المنطقه اللي هي تقريبا قليل اللي كيعرفها، تبارك الله زوينه والطبيعه والوديان فيها تقريبا الواد اللي احنا متواجدين حتى نهر واد سبو. نخليكم تكتشفوا معنا. فحسب المعطيات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية للسكان بإقليم مولا يعقوب حسب الدواوير سنة 2014، فإن عدد سكان دوار كرباش كان 655 شخصاً وعدد الأسر 108، أما الآن فعدد السكان يتجاوز 1000. ومن بين أقدم الشخصية التي مهدت في بناء هذه المعلمة التاريخية نجد أحمد الحوزي، بوشتة وعبد الله ناموس، وعلال شكرود، وبوشتة الذهبي، والتهامي العكري، والحاج محمد قدور رحمة الله عليهم جميعاً. أما الأماكن المقدسة لسكان هذا الدوار نجد المسجد وعدة أماكن يطلق عليها كلا من سيدي مسعود، ورع المشتى، القعدة، وجبل عطارة، بالإضافة إلى السوق الأسبوعي اثنين الولجة. وما ننساوش السوق الرسمي الأسبوعي اللي هو الاثنين الولجة، اللي هو كتربطنا به واحد علاقة قوية، علاقة اللي هي كيفصلنا غير وتسبو، وما المسافة لا تقل على كيلومتر، اللي هو سوقنا الرسمي اللي هو السوق المشترك مع أبناء جماعة الولجة وما جوارهما. ويعتبر حوض نهر سبو من أماكن الزراعة الأساسية في دوار كرباش. ويعد مصدرا مهما للثروة السمكية،
ولكن مع ارتفاع مستويات التلوث بالنهر نتيجة مياه الصرف الصحي التي تلقى به والمبيدات الحشرية وغيرها من الملوثات، أدى ذلك إلى تهديد الحياة المائية بالنهر، فأثر على أعداد الأسماك. احنا عندنا في سبو تبارك الله الفلاحة مخيرة، قاعدة دابا حاليا كاين التلاح تبارك الله الخير موجود، كاين الحمد لله الدراري كيديروا هنايا الفلفلة التنجال، الزرع الخير موجود تبارك الله، صابة جاية ما نقولكش، خير موجود الحمد لله. الحمد لله هانتم كتشوفوا الطبيعه كي دايره، يعني المشيه شبعانه، البقر تبارك الله كيعطي الحليب، راه الخير راه الحمد لله موجود هنا في سبو. ومن بين الاحداث التاريخيه الخالده في ذكرى سكان كرباش نجد بناء المدرسه الابتدائيه بالدوار سنه 99900 ودخول الماء والكهرباء فيما تم سنة 2005. جاتنا السبالة هذه استنفعنا منها، ولينا كنشربوا واحد الماء نقي وزوين، وما بقيناش معذبين وارتاحينا شي شويش، وفي غالب الأحيان دابا في هاد الوقيتة هادي 21 استعملنا واحد السبالة هنايا صغيرة، وفرقنا الماء على الديور وارتاحينا الحمد لله، اللهم لك. ويعتبر حدث إعادة بناء المسجد وتحويله من المشتى القديم إلى وسط الدوار أبرز الأحداث التاريخية لما له من مكانة خاصة في صفوف ساكنة دوار كرباش. ولا يمكن ذكر المسجد القديم دون تذكر عم الحاج، فكل أبناء الدوار يعرفونه بهذا الاسم، كيف لا وهو الذي عمر في كرباش حتى وافته المنية. وعلى خلاف ذلك هناك أحداثا مأساوية تتمثل في الفيضانات التي عرفت جل الأنهار المغربية سنة 2010 بفعل ارتفاع التساقطات. حيث أدى فيضان واتسبو إلى إتلاف بعض أشجار الزيتون والتين ومختلف المنتوجات الزراعية، الشيء الذي خلق هلعا كبيرا بين الساكنة. يعاني سكان كرباش عامة من عدم وجود مستوصف صحي، ولو للإسعافات الأولية وعلاج للحالات الطارئة. وقد سئم شباب وأطفال كرباش من عدم وجود ملعب لكرة القدم، فالمعاناة اليومية ما زالت مستمرة من غياب ملعب للرياضة الأكثر شعبية في العالم. فبالرغم من غياب ملعب لكرة القدم، ما يزال شغف أطفال وشباب دوار كرباش بحماسهم وبعشقهم لكرة القدم مستمراً من خلال لعب بعض المباريات بالطرقات الضيقة وسط الدوار وغير صالحة بتاتاً لممارسة كرة القدم.
تعتبر كرباش من أكثر الأماكن المناسبة لقضاء إجازتك، والشعور بالراحة النفسية في واحاتها الخلابة، إضافة إلى منازل الضيافة التقليدية، ناهيك عن مآثرها التاريخية. ما كنتش كنظن انني غادي نتعلق بهذا الارض لدرجه انني فين ما نرجع نهود الفاس في اي عطله ضروري خصني نجي ندوز واحد يومين هنايا ولا واحد النهار ونشوف الناس ونسلم على الناس، لدرجه انني وليت كنعرف شكون مناسب مع شكون وشكون اللي معادي مع شكون وشكون العائله، يعني وليت واحد من الدوار وليت كنعرفهم كاملين وليت كنحضر في الافراح ديالهم، تقاسمت معاهم لحظات ديال الفرح لحظات ديال الحزن، قاسمنا بزاف الامور، كنا كنلعبوا كره مجموعين، كنجلسوا في الحوانت مجموعين، يعني اي حاجه ما كنتش كنعتبر راسي انسان يعني غريب على هاد الدوار او براني، ما عمر شي واحد في هاد الدوار من حد الساعه كنفسخر بها وكنقولها فين ما مشيت، ما عمر شي واحد في هاد الدوار حسسني ولو بنسبه بسيطه انني براني. كان سكان هذه القرية يعتمدون على النشاط الفلاحي وتربية المواشي لكسب قوت يومهم منذ سنوات خلت، لذلك يلفت نظر زائر هذا المكان منذ الوالة الأولى تواجد مساحات وأراض صبخة صالحة للأنشطة الفلاحية. كما أن مناخها في فصل الصيف يكون معتدلا وحارا في بعض الأحيان، بينما في فصل الشتاء يكون باردا وغزير الأمطار. وبالتالي يأتي موسم الحصاد بالخير الوفير. عندما تقبل أشغال الصيف على نهايتها يباع محصول الذرة والقمح ويدخر جزء من المحاصيل في المخازن. وتبدأ مواسم الاحتفالات التي تمتد لشهرين ابتداء من شهر يوليوز إلى نهاية شهر جوتنبر، حينها يتزوج الشباب العزب. Oh!
فكرباش رائعة لما تتمتع به من جمال غني وطبيعي وتاريخ وتراث عريق، يجعلانها إحدى أجمل قرى المملكة.